مرحبا مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في أينما كنتم. في هذا اللقاء أستعرض عليكم شخصية أبناء برشيد البررة الغيورين بروح حريزية، السيد الحاج نور الدين البيضي والحاج مصطفى الزنقي، وما يبدو لانه من مجهودات جبارة على سبيل الذكر في القطاع الرياضي ومواكبة الفريق الأم لكرة القدم يوسفية برشيد، كما لقب بالفريق المشاكس الذي قهر الفرق الكبرى في البطولة الاحترافية في قسمها الأول. هنيئا للفريق الحريزي وعدم نزوله إلى القسم الدرجة الثانية، وما سجلناه على الفريق الحريزي في آخر أشواط البطولة أنه دون المستوى اكتفاء بالتعادلات والهزائم المتوالية سواء داخل الديار أو خارجها. في حلقة مفقودة يجب البحث عنها من طرف السيد الرئيس والطاقم المشرف على تسيير الفريق، كما ننوه بمجهودات اللاعبين الشباب الذين أبلوا البلاء الحسن ليستقر الفريق ضمن صفوة الكبار، راجين للفريق اجتناب وأن لا تكرر النكبة في السنوات المقبلة وأن يكون في متطلع الرتب بالبطولة عزا وافتخارا للقبيلة الحريزية. السلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم، مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا.